البنات صباح الخير عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال وتكونوا بحاله وصحه جيده. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطريقه ديالي كيفاش كنرقد بها الحامض، والحامض هذا الحامض البلدي سورتو دابا هاد الوقيته هي الوقيته ديالو، الموسم ديال الحامض وديال الزيتون كنرقدوه وكنتهناو، وهو ما عنده علاقه بالحامض ديال الزنقه، كيجي جديد كنديروه في الطاجين، كنديروه مع الحوت، كنديروه تقريبا جميع الاطباق ديالنا المغربيه. واول حاجه كنديرها هي هكا، كنغسلوه، انا اصلا بيتنا مرقدينو في الماء والحامض الماء والخل والملحه باش يحيد منه ديك التراب وديك الماء. دونك كنغسلوه بهذه الطريقه، كنديروه في شي شبيكه يتسقطر. تقريبا انا عندي هنايا بين كيلو وكيلو ونص ديال الحامض، كنضفو مزيان نحيدو منو جميع داك التراب لي كيكون لاصق فيه، و الدواء عاود راه كيكونو دايرين ليهم الدواء. دابا غادي نشفو الحامض ديالنا هكا و غادي نحطوه. ونشفناه وحيدنا منه كاع داك الدواء، هذاك الدواء اللي كان مرشوش به ولا داك التراب اللي كان فيه. كنعتذر منكم بعد على الصوت ديالي لان مازال ضربني شويه البرد. دونك غنشدو هكا الحامضه ديالنا، غنزولوا ليها هذا الراس اللي كيكون هكا داير، كنزولوا بهذه الطريقه صافي. كنشدو الحامضه ديالنا كنقسموها بهذه الطريقه، كنوضعها بحال هكا كنقسموها، كنفلحوها باردون بهذه الطريقه، ومني كنقلبوها على الجهه الاخرى كنديروا العكس ديال هذا. دونك دابا درناها هكا، دابا غنديروا بحال هكا، عرفتي علاش؟ باش ما تحلش لينا هاد الحامضه. فوالا بهذه الطريقه صافي. كنشدوا الملحه ديالنا وكنوضعوها في هاد التفليحه اللي درنا بحال هكا، كنشدوها كنعمروها هكا بالملحه، كنمشيو عاوتاني بلاصة أخرى عاوتاني كنحلوها كنعمروها تاهي بالملحة. فوالا دونك كنستمرو بهاد الطريقة تا كنكملو الحامض ديالنا كامل، ما كنديروش لا ما لا زيت لا حتى شي حاجة، غير هكا نغسلوه مزيان نفلحوه نديرو فيه هكا الملحة ديالنا صافي، وكنوضعوه في الإناء اللي غادي نديروه فيه. اهم حاجه اللي خصها تكون انه خصو يجي مزاحم، خصو يجي وحده حدا وحده. دونك كنستمروا بهذه الطريقه البنات، كنفلحوها كنرجعوا عاوتاني كنديروا هكا. دونك دابا غنديروا لوتر سونس، طريقه مغايره، كنفلحوا عاوتاني غنوضعوا الملح ديالنا.
مهضومه ندعوه فيها. وراه 20 يوم تقريبا الماكسيموم ديالو كيكون واجد، تقدروا تبداو تجبدوا وتستعملوا منه في الطياب ديالكم في اي حاجه بغيتوها. كنذكركم بحال هكا كندكوه. دونك انا تقريبا راه انا سديت الحامض ديالي، دابا غادي نسدوه. صافي بعد ما دكينا الحامض حنا سديناه، كيجي بهاد الطريقة حتى في الشكل ديالو كيجي زوين صراحة. كنطفو هكا القرعة ديالنا من بعد ما انتهينا، وها الحامض ديالنا واجد. ماخدا لينا فريمون حتى شي ربع ساعة ما كاملاش. صافي كيما قلت لكم دابا غنديروه في شي بلاصة اللي تكون مطرقة على الأشعة ديال الشمس، و 20 يوم غادي نستعملوه. بغيت نوريكم أنا الحامض ديالي اللي كنت مستعملة العام اللي فايت، نشاركو معاكم نوريكم. شوفوا الطريقة ديالو كيفاش كيجي وكيفاش كيبقى. هذا عنده عام تقريبا هو عندنا ولا أكثر، ها هو كيبقى مزيان. وريكم نعاودش ليكم ريحة رائعة، ريحة غير الحامض مصير. كنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونكونوا استفدتوا معايا. ما تنساونيش باللايك الا عجبكم الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد وفلوج جديد، وشكرا بزاف للمتابعه ديالكم. وا تري بيانتو، بيزو.